حتى الأموات لم يسلموا من الفساد في العراق، تعد واستغلال لمقبرة وادي السلام في النجف من قبل مسؤولين متنفذين كما وصفهم نشطاء عراقيون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. هذا آخر مراحل الفساد اللي وصل بالعراق، مثل ما تلاحظون شارع يعني في مقبرة وادي السلام، قاموا يعني أحد الفاسدين في محافظة النجف ويدعون أنه له علاقة في مكتب المحافظ، والآخر يدعي أنه في بلدية النجف. قاموا بالاستيلاء على هذا الشارع وتقطيع قطع لغرض دفن أمواتهم، وقطع لغرض أنه يرقدون بسلام في هذا المكان بعد أن سرقوا أموال الشعب العراقي، وبعد أن فسدوا في هذا المجتمع، وآخر شيء آخر ما تبقى أنه سرقوا حتى المقابر. وهذا شاهد عيان، لاحظ الفرع وشارع عام تم قطعه بهذه الطريقة، وهذه المقابر ظلت ما ممكن الوصول لها بسبب هذه القطاعات التي عملوا عليها. الحمد لله رب العالمين.